خير يا جماعة، عاملين ايه اخباركم؟ النهارده يوم الجمعة وانا اللي بعمل الفطار طبعا. شوية كوب بالصلصة كده، نزلنا بالثوم اهو على النار ب 130، وفي الباذنجانة بتتحمر بتتشوى على النار، قصدي الباذنجانة بتتشوى على النار. احلى فطار يوم الجمعة ده، حتى لو فطار بسيط بس بيبقى جميل. طبعا بعد ما اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، التومه بتاخد وضعها كده، قال التومه بننزل الحله دي احنا بنسوي فيها الطماطم يا جماعه، بنعمل فيها صلصه، بنعمل فيها حاجه زي ما انتم شايفين، بنحط الصلصه وننزل طلع النبي، مش طلع النبي، اللهم صل على النبي يا رب. وطي النار شويه، النار عاليه ما شاء الله تبارك الله. حبة فول بالصلصة ما شاء الله، تاكلوا أكل. نسيب الصلصة كده بننزل عليهم، ننزل حبة مية صغيرين كده على عليها، نقلبها كده ونسيبها شوية على النار. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الطماطم احنا يا جماعة احنا بنجيبها ونقطعها قطع صغيرة كده، واحدة على أربعة، ونحطها في الحلة ونسيبها تاخد بعد من الطرف الخلاط، ونسيبها على النار في الحله لغايه لما تستوي وتتعمل صلصه، ولا بنحط عليها اي حاجه. تعبى اكياس صغيره تحط في الفريزر، ست الكل تطلع من الثلاجه من الفريزر على قد الطبخه وتطبخ. الطماطم ساعات بتغلى، مجنونه الطماطم، ساعات تبقى ب 10 ب 15 ب 8، لما بتبقى ب 3 ب 10 بنجيبوا كميه ونعملوا الكلام ده. جبنا ال 3 جنيه عجينه وسيبنا الزيت يقدح على النار. الفلافل بنحب نفردها قوي عشان ما تبقاش مكلكعه، على قد ما تقدروا خلوها ايه من فوق تبقى ايه معموله كده، يعني ما تبقاش اللي هي ايه مكلكعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله. فلافل، جبت فلافل زي الفل ده. طبعا احنا بنجيبها نحطها في الفريزر، عايز اعمل واحدة كبيرة اهي، كبيرة شوية خالص، كبيرة حبة كده اهو، وانزل بيها كده ايه، اللهم صل على النبي اهي، فرد عشان ايه متكركعش. ننزل بالفول زي ما انتم شايفين على الصلصة، الصلصة كده كده بقت متسبكة، وسيبناها على النار شوية. فول بقى بعد ما بننزل بيه كده بيتهرس بقى من اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام الشوكة كده، ويتقلب حبة فول بالصلصة زي الفول زي ما انتم شايفين كده اهو اهو بس. وبعد كده بننزل بقى بالبهارات، كمون، فلفل اسمر، ملح، عايزين تحطوا حبة كركم ماشي، مش عايزين مش مشكلة، زي الفول، حبة فول زي الصلاة.